انا هعرف منين ان الشخص ده هيجيله كورونا وهيعديها، والشخص ده لو جاله كورونا يعني هيحصل له مشاكل، هيدخل في مشاكل وهيتدهور ولازم يدخل مستشفى وما ينفعش تعامل في البيت بشكل طبيعي زي كتير من الناس اللي عدتها من البيت. ازاي بنعرف هنا اكتر؟ من الاول في ناس معروف ان هم دولت عرضة اكتر ان يحصل لهم المشكلة دي. مين الناس دي؟ الناس اللي هم كبار السن، الناس اللي عندهم سكر، اللي عندهم امراض مزمنة، اللي عندهم ضغط، يعني الامراض المزمنة كلها، الناس اللي هم عندهم بتاع ده وزن زايد قوي، الاوبيزيتي او السمنة الزايدة، السمنة الزايدة، السمنة المفرطة دي دي انا اول مرة اسمعها. الناس اللي بتعاني من سمنة مفرطة طبعا معرضين من بشكل الناس اكبر، دولت معرضين اكتر. لكن في كتير منهم برضو بيفوتوا كويس جدا. طبعا ما نقدرش بقى نعرف، بتعتمد على حاجتين يا دكتور. بالظبط، يعني مش حاجه واحده، هي بتعتمد على حاجتين، فممكن يكونوا عدوها بحاجه. بالظبط، زي الجين اللي حضرتك قلت اللي موجود عندهم اخدوا، لا يكون الجرعه اللي اخدها قليله تاني حاجه ان هو ما عندوش بيعدي عشان ما عندوش المستقبلات الكافيه انها تاخد كل الفيروس اللي دخل. دي اللي هي خاصه بالجين، بالجين. تمام، فدي حاجه، لكن ما نقدرش احنا ان احنا نقدر نتاكد او اقدر اقول ان الشخص اللي النهارده عنده ابتدى يظهر عنده اعراض كورونا بسيطه ان ده هيبقى يفوت كويس او هيحصل له الكلام ده. عشان كده كل الناس احنا بنبتدي لما الحاله تكون ما هياش حاله ريسك بياخد العلاج في البيت، يعني في بروتوكول مخصوص بيحدد الحاله بسيطه. عشان بقى يا دكتور ما الاقيش الوقت ضاع كده من غير ما نسال على اللقاحات. اللي كتير من الناس بتسال دلوقتي، لو اللقاحات توفرت ناخدها ما ناخدهاش؟ ايه قيمة واهمية ان احنا ناخد اللقاح وما نخافش من اللقاح؟ لان دي نقطة مهمة جدا يا دكتور، ويعني مثار عليها جدل كبير قوي. في الحقيقة انا عايز اطمن الناس ان كل الكلام اللي على السوشيال ميديا على الحاجات اللي هي الخيال العلمي اللي بيتقال انه هيسيطروا على الناس عن طريق اللقاحات دي الشريحة، محقون معاهم النانو بارتيكلز، بتبقى جزيئات بسيطة جدا. الجزيئات دي هي داخلة مع التطعيم وهتسيطر على مخ الناس، يسيروهم، يمشوهم، يعملوا كل حاجة عايزينها، يتحكموا في تصرفاتهم. الكلام ده طبعا ملوش أساس من الصحة تماما، وربطوا الكلام ده مع الفايف جي، الشبكة بتاعت الفايف جي. فطبعا الكلام ده ملوش اي اساس من الصحة، وده لسه خيال علمي. يعني عشان يعني يوصلوا للحكايه دي لسه قدامه. هو طبعا الابحاث بتاعت النانو تكنولوجي بقى لها اكتر من 15 سنه، والحقيقه في حاجات حلوه قوي هتتعمل عن طريق النانو تكنولوجي. يعني هو مش هيزرع شريحه، هو ده هيحقن. طبعا في صحيح. الاول هيزرعه في شريحه، وبعد كده هيحقنه. المواد بتاعت النانو تكنولوجي دي، البارتيكلز او الجزيئات دي، عليها كل حاجه. هم عملوا خليه دم حمراء اصغر منها كمان، فيها كمبيوتر، فيها يسحب يدي الاكسجين للخلايا وياخد منها ثاني اكسيد الكربون. معموله دي اتعملت. هي المشكله بتاعتها قد الخليه صغيره قد كده، وخلايا يحطها هتمنع بقى ان الواحد يحتاج جهاز فنتيليتور، يحتاج اكسجين، تنفس صناعي، ممكن يقعد 20 ساعه تحت الميه، حاجات زي كده. لكن عندهم كان مشكله في الخليه دي انها بتتكسر بسهوله لما تدخل الجسم. طيب دكتور، بس عشان ما نلخبطش، ما ندخلش في حاجات حقيقي. اللي احنا بنتكلم عليه ده لسه يعني لسه بيتعمل، بس لسه ما اتطبقش، لسه قدام في الخيال العلمي. لا، اللي عايزه اقوله ان اللي حياتك تشرحه ده ملوش علاقه باللقاحات اللي هناخدها. ده الكلام ده ملوش علاقه خالص، عشان الناس بس ما يختلطش عليها الامر. يعني ده يعني لسه ما يعني صعب جدا انه يتعمل، و
مش هيتعمل دلوقتي. طيب لكن بالنسبه للقاحات هو في نوعين من اللقاحات. في نوع التقليدي اللي هو فيه الفيروس مموتينه انكتيفيتد خالص. وفي النوع الثاني ده اللقاح اللي هو الصيني اللي موجود عندنا في مصر. احنا عندنا ده اللي جاء في مصر اللي هو الصيني. هو ده يا دكتور اللي حضرتك بتتكلم عليه دلوقتي. ده اللقاحات التقليديه زي بتاع شلل الاطفال وزي بتاع الجدري. مظبوط. لا زي يعني شلل الاطفال في نوعين. في برضه هما نفس الحكايه، واحد مخفف واحد ميت. تمام. يعني واحد ضعيف واحد ميت. يعني هي نفس فكرة اللقاحات التقليدية اللي احنا بناخدها بالزبط. كلنا ومفيش منها قلق. بالظبط. ده مفيش اي حاجة تكنولوجي فيه جديدة بالجينات وكده. النوع الثاني اللي هو بياخدوا الكود الجيني، المرسال بتاع الكود الجيني بتاع الفيروس، ويلزقوه على فيروس تاني ما بيعملش مشكلة في البني آدم، أو يلزقوه على نانو بارتيكل بعض التطعيمات. الكود ده المرسال بتاع الكود الجيني بيلزقوه على نانو بارتيكل، وبعض التطعيمات على فيروس اسمه أدينو فيروس. في النوع بتاع أكسفورد على أدينو فيروس، النوع بتاع فايزر على نانو بارتيكل. فده في جزء من الجين بتاع الفيروس او المرسال بتاع الجين بتاع الفيروس بيحطوه، فالخليه بتاخده وتبتدي تصنع البروتينات نفسها بتاعت الفيروس. فالجسم جهاز المناعه بقى يبتدي يحس بالبروتينات دي ويطلع اجسام مضاده قويه ضده كتير بقى. تمام. فده القدره التطعيميه بتاعته يعني كويسه قوي وقويه جدا. سواء ده او ده من ناحيه الامان في المدى القصير امنه جدا. يعني اللي هياخد التطعيم مش هيحصل له اي مشاكل دلوقتي. هو ليه حياتك دول في المدى القصير؟ ونظريا مش هيحصل حاجه، لان الكود الجيني ده خلاص الجسم بيتخلص منه وانتهى، ما بيعملش حاجه. فنظريا احنا ما نقدرش نقول يعني التأثير بتاعه بعد 10 سنين أو سنتين أو ثلاثة، لأن ما كانش عندنا الوقت إن احنا نعمل الأبحاث دي، لأنه حقيقي يعني لكن نظريا من أسرع اللقاحات اللي اتصنعت في العالم كله. بالظبط. مع عمره ما بيحصل كده، لكن نظريا وتقدمت للبشرية لأنه البشرية محتاجاها في الوقت ده. بالزبط. صحيح. لكن يعني نظريا ما فيش أي مشاكل منه في المدى القصير اكيد، لان الناس اتجربت. تمام. واخدته وما فيش اي مشاكل يعني خطيره حصلت منه.